قوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء الناس الذين اتخذوا من دون الله أندادا هم أهل الشرك. ومعنى أندادا أمثالا، معنى أندادا أمثالا، فهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله. قال تعالى: يحبونهم كحب الله. ولن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل لله ندا دخل النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا أمثالا، أكفاء، نظراء، فهذا معنى الند. الند للند، معاملة الند للند، المثل للمثل. فالآلهة التي عبدوها مع الله سبحانه وتعالى سووا بين عبادته وعبادة الله سبحانه. فكما أنهم يسألون أحد الصمد يسألون آلهتهم كذلك.